فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما كفارة من أتى زوجته وجامعها في المحيض؟ كفارته ما جاء في الحديث، عليه دينار وهو مثقال من الذهب، أن يتصدق بدينار أي مثقال من الذهب أو نصفه، نصف المثقال أو ما يعادل ذلك من النقود، ما يعادل ذلك من النقود، يسأل الصيارفة كم يعادل المثقال من الذهب أو نصف المثقال، ثم يتصدق به على فقير. نعم.